على مر السنين خذلنا الكثيرون وتخلوا عنا. نحن كما يقول المثل ليس لدينا أصدقاء إلا الجبال. هذا قول مقتبس عن أحد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من شمال سوريا. لكن المثل يعكس تاريخ تحالفات الأكراد في المنطقة منذ وقت طويل. فعلى مر السنين رافق الأكراد حلم بإنشاء دولة مستقلة تحتضم الشعب المتوزع بين عدة دول في المنطقة. لكن تغير المصالح السياسية كان يفشل رهانات الأكراد. إليكم بعض هذه الرهانات الخاسرة. بعد انهيار الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، أبرمت دول الحلفاء معاهدة لتقاسم الأراضي العثمانية، واتجهت لمنح معظم القوميات غير التركية ومن ضمنهم الأكراد حق الاستقلال. لكن انتصار مصطفى كمال أتاتورك في تركيا قلب موازين التحالفات، وعقدت دول الحلفاء معاهدة جديدة تجاهلت الوعود السابقة للأكراد. حلم الاستقلال مثل دوما تهديدا للدول التي يتوزع فيها الأكراد، لكنه كان أيضا ورقة تستخدمها الأطراف الدولية كل حسب مصلحته. بعد الحرب العالمية الثانية دعم الاتحاد السوفيتي الأكراد لإنشاء جمهورية مستقلة شمال غرب إيران، لكن ضغوط إيران وحلفائها دفعت السوفييت لوقف الدعم، ما أدى إلى انهيار الجمهورية بعد فترة قصيرة من ولادتها. في سوريا عانى الأكراد من الاضطهاد المتمثل في سحب الجنسية السورية وحرمانهم من فرص العمل والتعليم والمشاركة السياسية. استمر القمع في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد. في الوقت نفسه كان الأسد يدعم حزب العمال الكردستاني في صراعه المسلح مع جارته تركيا خدمة لمصالحه الخاصة طبعا. سمح لزعيم الحزب عبدالله أوجلان بالإقامة في سوريا وممارسة نشاطه السياسي والعسكري لسنوات طويلة، ما سبب توترات كبيرة مع تركيا التي تخوض صراعا عسكريا مع الحزب. بعد فترة من التوتر توصلت تركيا وسوريا إلى اتفاق أمني، على إثره اضطر أوجلان إلى الهروب، وألقت السلطات التركية القبض عليه بمساعدة أمريكية. في العراق قاد الزعيم الكردي مصطفى برزاني حراكا طويلا ضد الحكومة مدعوما من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. تيار المصالح غير الموازين مجددا، تخلت إيران عن دعم أكراد العراق مقابل اعتراف بغداد بشط العرب بالتناصف بين البلدين. ومع اشتعال الحرب العراقية الإيرانية تعرض الأكراد لحملات قمع قاسية واستخدمت ضدهم أسلحة كيميائية، لكنهم وجدوا فرصة للانتفاض مرة أخرى بعد حرب الخليج الثانية وانسحاب صدام من الكويت. قُبل هذا الحراك بالقوة ونتج عنه نزوح أكثر من مليون كردي إلى دول الجوار، فتدخلت الولايات المتحدة بفرض منطقة حظر طيران لحماية الأكراد، وساهم هذا الدعم في إقامة حكم ذاتي في إقليم كردستان أقر رسمياً بموجب الدستور العراقي عام 2005. التركيز على الدعم الأمريكي للأكراد عاد بعد اندلاع الأزمة في سوريا، حيث استعانت الولايات المتحدة بالأكراد لقتال تنظيم الدولة، إلى أن أعلن ترامب سحب قواته من سوريا، وهي خطوة اعتبرها كثيرون تخلياً عن حلفائه الأكراد، لأنها تفسح المجال أمام عملية عسكرية تركية يصفها الأكراد بالعدوان. We have spent tremendous amounts of money on helping the Kurds in terms of ammunition, in terms of weapons. With all of that being said, we like the Kurds, but it was time to bring our soldiers back home. ماذا تعرفون عن الأكراد؟ شاركونا إجاباتكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة.